لو انا بتكلم بقى على الديكي بتاعي with multiple half lives، لو انا بتكلم برضو على نفس المساله اللي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده، اللي انا عندي slow component و fast component. اوكي، فلو بتكلم على الكيرف بتاعي مثلا، لو الكيرف بتاعي عباره عن حاجه زي كده، a1 في e to the minus b1 في t زائد a2 في e to the minus b2 في t، هلاقي عندي نفس الحكايه بالظبط، اكيد واحده فيهم هتبقى اكبر من الثانيه. لو فرضا افترضت ان انا عندي الكومبوننت الاولانيه، اوكي، الكومبوننت الصغيره على الاقل، اوكي، هي اللي هي الكومبوننت مثلا اللي هي بي 1، هي دي الكومبوننت الصغيره. يبقى معنى كده الكيرف بتاعي اللي انا برسمه هنا ده الكيرف بتاع الداتا اللي انا قستها. الكيرف ده هيتند في الاخر خالص ان هو يوصل للفاينل فاليو بتاعته او الفاينل كيرف بتاعه اللي هو عباره عن الترم ده لوحده خالص، لان الترم ده هيبقى خلاص اوريدي انتهى. الترم ده فاست، يعني معنى كده ان هو عشان البي 1 بتاعته هنا بتخلص بسرعه، بتخلي الكيرف ده ينزل بسرعه، اكسبوننشال ديكي بتاعه اسرع، معنى كده الكيرف ده ات هاير تي، يعني هاير فاليوز للتي، مش هيبقى موجود، الترم ده مش هيبقى موجود اصلا. فالترم ده هو اللي هيبقى موجود في الاخر. فانا هاخد الجزء اللي في الاخر ده واطلع بيه بستريت لاين كده، يعني افيت ستريت لاين عشان هو يعني اشوف في الاخر ده بيعبر لي عن ايه، واحسب منه الاستيميشن بتاع السكند تيرم بتاعي ده اللي هو A2 في E to the minus B2 في T. طبعا زي ما اتفقنا بنحسب الA2 من الانترسبت ونحسب الB2 من الايه؟ من السلوب. وانس ان انا حسبت الكيرف ده اللي هو بعتبره اللي هو الكومبوننت الثانيه دي، بطرح الكومبوننت دي من الكيرف اللي هو Y اللي هو الكيرف بتاعي الاصلي اللي هو ده. بطرح منه الكيرف الثاني اللي هو ده. هيطلع لي في الاخر الكيرف الثاني عباره عن حاجه شكلها كده. الكيرف ده بيعبر لي بقى عن الكومبوننت دي بقى لوحدها. ساعتها برضو اقدر من الانترسبت اجيب الاي 1 ومن السلوب اقدر اجيب البي 1، ويبقى معنى كده ان انا اقدر احسب الايه؟ اقدر احسب الايه؟ السكند تيرم بتاعي ده بيساوي كام؟ اوكي؟ وده طريقه ثانيه، نفس الطريقه هي بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الفاست والسلو كومبوننتس، اللي كنا بنتكلم عليهم في الكونجستيف هارت ديزيز، اللي احنا كان عندنا السرفايفر ريت بتاع البيبل وذ انفاركشن، نفس المثال بالظبط بس مطبق على حاجه ثانيه مختلفه.